بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وشفيعنا سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما نافعا يا رب العالمين. ثم أما بعد، درسنا فيما سبق أدوات قارئ النص الأدبي، وهي من خطوات قراءة النص الأدبي. فأول عنوان درسناه هو أدوات قارئ النص الأدبي من الأدوات المعجمية والنحوية وغيرها. ثم انتقلنا بعد ذلك، اليوم سنخوض في خطوات القراءة. كيف أقرأ؟ كيف أقرأ النص الأدبي؟ وهذا رسم يوضح لنا ما درسناه وسندرسه الآن وسنشرحه في المستقبل. في أدوات القارئ النص الأدبي اللي هي الأدوات المعجمية النحوية البلاغية الثقافية، ثم اليوم سندرس خطوات القراءة. كيف أقرأ؟ هل أقرأ هكذا مرة واحدة أم لها خطوات كدرج السلم، خطوة ثم خطوة ثم خطوة؟ سنأخذ اليوم وسندرس خطوات القراءة، ثم سندرس فيما بعد بإذن الله عمليات القراءة. خطوات القراءة، إذا أردت أن تقرأ لابد لك من استخدام أول خطوة، استطلاع النص. واستطلاع النص يعتمد على القراءة الصامتة بعينيك فقط، لا تقرأ بصوت مرتفع، ولكن انظر وفي نفس واحد تقرأ قراءة صامتة للنص. ثم يتبع هذه القراءة قراءة حول النص. من القارئ؟ ما اسمه؟ ما بيئته؟ ما الظروف التي عاش بها؟ من أستاذه؟ أين نشأ؟ ثم توفى أين؟ وانتقل إلى أين؟ ما الأبيات وما القصائد التي كتب فيها؟ ثم مناسبة كتابة هذا النص والأحوال المحيطة والأحداث المحيطة بكتابة هذا النص. لابد أن أعرف كل ذلك بعد القراءة الصامتة، وممكن أن أبدأ بهذه الخطوة قبل القراءة الصامتة، أن أعرف كل ما يحيط بالنص من قائم والعصر الذي قال فيه ومناسبة هذا النص والأحداث التي قال فيها هذا الذي يعني نظم فيها هذا النص، سواء كان شعريا أم أدبيا. هذه بنسميها القراءة حول النص. يبقى بداية القراءة استطلاع النص، ثم القراءة حول النص، وقراءة حول النص لابد أن أستخدم فيها البحث، مهارة البحث. ثم يتبع ذلك قراءة أسميها القراءة الفهم والتفسير. قراءة الفهم والتفسير أن أعرف معنى الكلمات، أن أعرف هذا المصطلح، أن أبحث عن في المعجم عن معنى هذه الكلمة. لابد أن أفهم ماذا يقصد، ما المفهوم الذي والفكرة التي يريد أن يوصلها إلي الشاعر أو الكاتب. لابد أن يلخص البنية الفنية من نوع النص، موضوع النص، العواطف والانفعالات، الأهداف والمعاني. لا أترك شيئا دون أن أفهمه. تحليل المحتوى الثقافي، تحليل المحتوى الثقافي ومظاهر تأثر ألفاظ النص، هذه كلها لابد من معرفتها، لابد من معرفة. ثم بعد أن فهمت النص وعرفت ما يدور حول النص وعرفت وقرأت قراءة متأنية صامتة، في النهاية القراءة الناقدة أسميها أنا القراءة الناقدة، قراءة متأنية للتحليل والتقويم. لماذا استخدم هذه الكلمة ولم يستخدم هذه الكلمة؟ لماذا عبر بأسلوب التشبيه ولم يعبر بالكناية؟ لماذا استخدم السالف ولم يستخدم الجناس؟ لماذا استخدم المقابل ولم يستخدم؟ هذه أسميها تحليلا فنيا أو تقويميا بلاغيا، أن أرى يعني أنظر إلى النص بعد أن استوعبت ما حوله من ما حوله وما فيه من معان، أبدأ في نقده وتحليله
وأعرف لماذا استخدم هذه ولم يستخدم تلك. ما الجمال في استخدامه التشبيه هنا؟ ما الجمال في استخدامه المقابلة في هذه النقطة؟ هذه أسميها قراءة متأنية للتحليل والتقويم. ننتقل مرة يعني إلى نقطة أخرى وهي تحليل البنية الفنية للنص. لابد أن أعرف نوع النص، هل هو شعر؟ هل هو قصة أدبية؟ هل هو مذكرة أدبية؟ هل هو مقال؟ هل هو مسرحية؟ هل هو مذكرة؟ هل هو ما نوع النص؟ لابد أن أحدد النوع، ثم أحدد العناصر لكل نوع من أنواع الأدبية أو الموضوعات الأدبية له عناصره التي تميزه عن غيره. لابد أن أعرف أن نبدأ بمقدمة ثم العرض ثم الخاتمة، أم لابد أن يكون فيها شخصيات، لابد أن يكون فيها زمان، لابد أن يكون فيها مكان، لابد أن يكون فيها حبكة، لابد أن يكون... هذه كلها من العناصر التي تستطيع من خلالها أن تميز نوع النص الذي معك. لابد أن أعرف نوعه ثم أعرف عناصره الأساسية وقد درسناها فيما سبق، ثم أحدد من من النص ما يمثل تلك العناصر. وكأنك تحلل كما قلنا، يعني الوصف بيعتمد الوصف على الوصف الوجداني، الأحاسيس والانفعالات والملموسات والمرئيات والمسمعات. طب لو مقال لابد فيه من مقدمة موجزة ثم العرض ثم الخاتم. لو قصة بتعتمد على مجموعة من الفكرة والشخصيات والبيئة والزمان والمكان والأحداث والحبكة، هذه كلها ما تميز القصة. يبقى إذن أول شيء لتحليل بنية النص لابد أن أحدد النوع. طيب وهذا يعني كتدريب لنا يعني في لكي نحدد ونميز الأنواع التي ندرسها. يعني مثلا إذا أردنا أن المحافظة على إيقاع ووزن محدد، هذا بماذا يختص؟ يختص بالشعر، فهم؟ ولا يشترك فيه أحد من الموضوعات الأدبية الأخرى. طيب التعبير عن الظواهر والأشياء والأفكار والأحداث كما يراها الأديب، ده جميع الفنون، هذه فكرة عامة تشترك جميع الفنون الأدبية فيها. طيب الاهتمام بوصف الشخصيات والأماكن والأحداث، هذه لسه ما قلناها قبل قليل اللي هي من مميزات القصة أو من عناصر القصة. طب الاعتناء بالأسلوب وتوصيف جماليات اللغة وإمكانياتها البلاغية كأداء الفكرة، هذه من الخطبة. الخطبة أيوة من الفنون الأدبية التي نسمعها كل يوم كل جمعة في من الخطيب في المسجد على المنبر، هذه من الموضوعات الأدبية ولابد لها من نسق ولها من نظام. طب إعطاء معلومات حقيقية عن المجتمع والشخصيات والأمكن التي يصفها، هذه وتسجيل الأحداث، هذه من المذكرات الأدبية. استخدام الحوار والصراع بين الشخصيات للتعبير عن أفكار الأديب ووجهة نظري، هذه تعتبر من المسرحية. هذا وبالله التوفيق، وسنكمل بإذن الله عمليات القراءة في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.